يا صاحبي الناس بتقول الوصل لا توقفش لا تركضش خلي مشيتك هرولي خير الأمور يا صاحبي قال النبي لهذي الوصل الرزق من رب السماء هذا إلك وهذا إلي الرزق من رب السماء هذا إلك هذا إلي سبحان يلي نعمته على كل عباد وبصر إياك من ضرب الكذب الكذب أكبر مشكلة وإن كان في عندك غلط اوعى تتمادى بالغلط في ناس عاشت عمرها كل يوم تعمل مشكلة وفي ناس عاشت عمرها تصلح إلى العالم فقط شوف القمح يا صاحبي لما تهز المنخلي هذا بقي حبو قوي وغاضى تحت منه سقط الناس مش بدلي وعباق للناس يا ابن مفصلي وبعض الأمور منقطة وبعض الأمور بدها نقطة عيب الرجل كون الحكي ونقل الحكي والقلقلي يا ريت قلب يفسد الناس انو لسانه يرطب الدنيا يا ربعي والزمن كل واحد له مرحلي الدنيا يا ربعي والزمن كل واحد له مرحلي هذا طلع هذا علي هذا نزل هذا سقط في ناس ما بين الوجه بشر ورد الجمال مشكلي وعطر هيمل البلد لما ورقها ينفرط وفي ناس عيشتها أسى شر وبلا ومقاتلي والناس قالوا بالزمن اوعك من عشاق القطع انتو ولاد عمومتي انتو اهلي ومخوالي انتو ولاد عمومتي انتو رجالي ومخوالي ونحنا اهل نبقى اهل الدم والعرض اختلط حلو الحياة لما تكون يا نور عيني مجاملي وشر البلا يا صاحبي عشرة الرجل إذا اشترك وحلو الحياة تكون يا ابني مطيبي ومبجلي يا ما رجل من قلة الدين البشر منه جلى بهوى رجل يا صاحبي شر البلا بتحملي
وبكره رجل من دقته شوقي وقع فيها انحبط. يا رب هون أمر ابجاه محمد وعلي، يا رب هون أمرنا ابجاه محمد وعلي، يا رب هد بلادنا واجعل لنا بيها محط، ووفق ابن طاقة الكريم وقهوة رجال مهيني ومنظر بيتك يا بن طه لو كان محزونا بصار.